مرحبا بكم. الحمد وفات اليوم الحمد لله تبارك وتعالى على هذا جو السكينة والهدوء والأمن اللي يسود البلاد واللي مكن من تنظيم هذه الانتخابات في الظروف اللي هي فرصة لتهنئة فخامة رئيس الجمهورية على توفير هذا الجو اللي هو على توفير الظروف لتنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية وأريحية للناس كاملة. مقام أيضا التهنئة لوزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على العمل الجيد اللي قاموا به. تهنئة كبيرة للشعب الموريتاني إذا قدرتوا على أن يخوض هذه الانتخابات بكل شفافية بكل انفتاح، بعد أن يعود خطوة كبيرة على طريق الديمقراطية اللي ندور إن شاء الله وتمكن عن نمائها البدء والتقدم يؤسس الأساس المعلوم. فعلى هذا العهد عهد الخمسة الجمهورية السيد محمد الشيخ رازواني. شكرا لكم.